بعض الأحيان. طيب إذا أول شيء خلينا أتكلم على أغلبية الشباب اللي جالسة اللي هو الثوب السعودي. ما في أجمل من الزي الثوب السعودي، ما شاء الله تبارك الله. أول شيء تحية طبعا، تحية. خلينا أتكلم السمين كيف راح يلبس الثوب السعودي، والنحيف كيف راح يلبس الثوب السعودي، وخلينا أتكلم على مزاياه. أول شيء من أفضل الأزياء العربية والعالمية. ثاني شيء اللون الأبيض ما شاء الله مريح للنظر. ثالث شيء فضفاض ومريح للجسم. رابع شيء متواكب مع أشعة الشمس، يقلل من امتصاص أشعة الشمس. خامس شيء يوازن العيوب عندك، يعني راح يخفي العيوب عندك، يعني سائد بالبنطلون والبلوزة راح تحس أنه سمين، بالثوب راح تحس أنه نحيف، فبالتالي راح يوازن أشياء كثيرة عندك هذا الثوب السعودي. طيب إذن كيف السمين راح يلبس الثوب وكيف النحيف راح يلبس الثوب؟ طيب السمين أول شيء الجيوب حقته دائما تكون فاضية علشان ما تعطيك وزن زيادة. النحيف وش يسوي؟ يحط في جيوبه أشياء كثيرة علشان تعطي تملية. بالنسبة للمقاس لا فضفاض ولا ضيق للسمين، ولا النحيف لا فضفاض ولا ضيق. ثلاثة الزخرفة، النحيف يزخرف عشان يملي، السمين لا يزخرف علشان ما يتورط. أربعة الشماغ، السمين يحط الشماغ واحدة كده زي ما سويت المرة الماضية على كرشه تخفي لك إياها كده، عارف، خصوصا للمناسبة تخفي لك إياها. خمسة خطأ كبير جدا جدا، مثلا إنه وائل وأبو أمجاد يجلسوا جنب بعض، لأن وائل سمين وأبو أمجاد شوية نحيف، فبتبين الفرق معاكم، في فرق بيناتكم. وخطا مثلا نشوف من هنا الشباب عبد الله وابو راشد، خطا شائع جدا لانه ببين عبد الله نحيف، اضرب على راسه على راسه بسرعه، روح على راسه، ببين عبد الله نحيف وابو راشد سمين، فبتبين التفرقه بينه. هذا بالنسبه للثوب، خلاص. بالنسبه للملابس، خلاص يا شباب، طبعا انا اشوفكم بعض الاحيان ملابس، في قاعده تقول المكان اللي تبغى تخفيه وعندك عيوب فيه بالنسبة للسمين لابد انه يلبس لون اسود. بالنسبة للنحيف يلبس الوان وشو؟ فاتحة. يا سلام، لانه الاسود ملك الالوان. خلينا نعمل مقارنات سريعة. واحد اللون بالنسبة للسمين داكن اسود، فما ينفع تلبس بناطيل بيج شباب، وين؟ علشان تبدأوا انحف لازم المكان اللي فيه اوراق، المكان اللي فيه كرش سود على طول. بالنسبة للنحاف مين لابس بنطلون اسود من نحاف؟ عبد الكريم، خطأ، لانك انت نحفت بزياده عن اللزوم عنك، فما ينفع، خطا على طول على راسه بسرعه على طول خطا. هذه واحده. اثنين بالنسبه للتقليمه، السمين يحاول يلبس تقليمه وشو؟ طوليه. هذا من يلبسه السمين طوليه. بالنسبه للنحيف عرضيه. ليه عرضي؟ ليه؟ هذا للنحيف وهذا للسمين. ليه؟ لانه هذا راح يسمنك وهذا راح ينفك، لانه بالعرض راح يعطيك خطوط ثانية تعطيك مدى أكثر فيها، خلاص؟ ثلاثة القطع، لابد إنه النحيف، القطع لابد إنه النحيف يلبس وشو؟ بادي وبلوزة عليه، الحين بوريكم كيف بتلتبس. السمين لا يكثر، كم قطعة؟ واحدة، أحسنتم. نوع القماش بالنسبة للسمين لا تلبس شيء يسمنك زيادة عن اللزوم، خفيف، حاول تلبس قطن عشان يمتص العرق، أحسنت، أو كتان يرحمكم الله. بالنسبة للنحيف الجنز ممتاز جدا، أو الكتان كمان راح يعطيه فضفاض يعطيك يرحمكم الله. بالنسبة للشكل لابد إنه النحيف يلبس شيء مزخرف. بالنسبة للسمين ولا شيء، أحسنت أحسنت. بالنسبة للساعات الناس السمينة تلبس ساعة كبيرة، بالنسبة للنحيف يلبس ساعة، أحسنت، صغيرة صالح، أحسنت، قاعد تاكل فوقك مجففة، أحسنت كمان، أحسنت. وغندين زيادة لو سمحت حرق لصالح لو ما عشاهم أمس، غندين حرق لو سمحت. إي أحسنت أحسنت أحسنت، ما عشاهم، حلو. بالنسبة للياقة، إي هنا السمين يلبس حرف وشو؟ في، سبعة، والنحيف دائرة، أحسنتم، راح يتفيد معنا. المقاس السمين لا ضيق ولا واسع. النحيف تلبس دائري، احسنت احسنت، ممتاز، نفس كذا، اي حركه
وش نفس كذا؟ احسنت احسنت. طيب بالنسبة للسعر يا شباب، احنا في ملابس العيد، ولا تغلوا على اهاليكم، ولا تخلوا على ابوكم واهاليكم. اللي عنده المقدرة مو لازم ماركة علشان تبين نفسك غني وناس، لا بالعكس، من اقل الاشياء راح تعطي. شفقة الاغنياء في صدق الفقرات. الله، عيدها مرة ثانية، الأذكياء لسرقة الأغنياء فصدقها الفقراء. أحسنت، غندين حارق زيادة، أحسنت. أيوة أحسنت أحسنت. إذن إذن الحين راح نبتدي اللعبة، فهمتوا شباب؟ شباب فهمتوا؟ وصلت. طيب الحين راح نبتدي ونقيم معكم، كل واحد قدامه صبورة لو سمحتوا، راح تقيموا أوتفيت الشباب اللي بنطلعهم على هنا، وراح أختار خمس أشخاص راح نلبسهم أوتفيت وبيرجعوا لنا بسرعة. خلاص، أول أوتفيت راح يكون ركان المري. البس خلال خمس دقائق اكون كلكم موجودين. تفضل وريني الشكل على السريع، على السريع كله مع بعض. عبد الله العنزي تفضل، هذا النحاف، شوف كيف نلبسهم. يلا عبد الله، عبد الله هنا غلط انه لابس أسفل.